صدى القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا إلا العظام.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر Thank you.
بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. سبحان الذي بيده
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما
السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ الذي خلقك فسواك فعدلك يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل
يكذبون بالدين. وإن لحافظين كراما كاتبين. لنفسي شيئا.
والأمر يومئذ لله لا خلق الإنسان
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا إلى ربك رجع. صدق الله العظيم. الفاتحة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد ما فعليه بالقرآن وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب زيتنا القرآنية المباركة الذي تلا على مسامع حضرتكم فضيلة الشيخ وليد محمد عبيد القارئ والمدين في مركز مدينة سيرس اللوان عند الصوتية أنوار كهربائية تطلب وتجد من إدارة الحاج محمود إبراهيم منصور بوزري بالاشتراك مع المعرض الفني الفراشة إدارة الحاج حسين طالب وأولاده المقيم بوزري أيام معزنا الكرام سعيكم مشكور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.